اجتمع سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية مع السيد جيسون إسحاقسون رئيس الشؤون السياسية في اللجنة اليهودية الأمريكية. نعم، جرى خلال الاجتماع بحث أوجه تطوير وتكثيف التعاون والتنسيق الثنائي المشترك بين الجانبين في كافة المجالات المتعلقة بتعزيز أسس السلام والاستقرار ونشر ثقافة التسامح والتعايش السلمي وتبادل وجهات النظر حيال مستجدات الأوضاع السياسية في المنطقة، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك.